الحوار بريس والحوار الاجتماعي. اهلا بكم، اليوم تنتواجدوا بالمركب الرياضي اصرو اللي كيعرف واحد المقابله اللي هي جد مهمه بين متصدر هذه الدوره اللي هي نهضه بكان لكره القدم النسويه، كذلك نجاح اصرو اللي غادي يعرف واحد المقابله جد مهمه في هذا اليوم السعيد. نتمنى لهم التوفيق. بالك انتوما Félicitations pour ce bon match que vous avez fait. Déjà, on avait eu des difficultés sur notre match aller avec une équipe qui est très combative, qui est très solidaire et qui a des attaquants qui vont très très vite. Donc, il fallait être vigilante sur le plan défensif et essayer par rapport à nos opportunités d'attaque de pouvoir marquer. Donc, on l'a fait en début de deuxième mi-temps. Et ça nous a aidé pour continuer à un petit peu mieux jouer. Merci. السلام عليكم، معكم عامر رئيس نجاح أصرو. اليوم مقابلة كانت ما سهلاش بالنسبة لفريق نجاح أصرو. قدم فريق اللي هو منظم ومنظم تقنيا. بالنسبة لفريق نجاح أصرو، وحنا تنتيقوا في هاد الشابات اللي ما تيتزاوجش العمر ديالهم 23 سنة، كاين ما بين 16 سنة حتى 23 سنة، عندهم مستقبل إن شاء الله، وتنطالبوا من الناس المسؤولين والغيورين على هذا الفريق هذا في هذا الإقليم، لأن هذا الفريق الوحيد في جهة فاس مكناس اللي تيمثل الجهة بأكملها في القسم الوطني الثاني، ونتمناو أن يكون الدعم لحق إسرائيل الإخوان من بعد ما مات المرحوم الله يرحمه اللي كان شد هذا المشعل ديال كرة القدم النسوية. شدينا المكان ديالو لأننا كنا إخوان وكنا معاه في الفرقة منذ الصغر، وشدينا هاد الفرقة هادي باش ما نسمحوش فيها، حيت هي كنز لهاد البلاد، لأن الفرقة كما سبق لي وقلت لكم أنها الوحيدة اللي تمثل جهة فاس مكناس. وتنطلبوا من السيد العامل يشوف لهاد البنات اللي هما صغار، وكما تتعرفوا أننا راه تنطعموا المنتخب الوطني، فالمنتخب الوطني أقل من 17 سنة، فهنا كاين عندنا لعيبة نيات من البنات ديال الأوديسات ودايرة المكانة ديالها الحمد لله، ويكون الخير إن شاء الله. وتنتمناو من الجماهير الأصريوية تسمح لنا، والفريق راه غيقول الكلمة ديالو إن شاء الله. السلام عليكم، لبنى مرواني عاملة فريق نظرية ديال بركانية. اليوم جينا عازمين من مدينة أصرو أننا نحققو 3 بوان باش نعوضو الماتش اللي فات اللي خسرناه في الديار ديالنا. بطبيعة الحال ما كانش نتيجة اللي هي مزيانة ضد نجاح أصرو. بطبيعة الحال هو تا هو عندو تشكيلة اللي هي مزيانة، بنات تبارك الله اللي هما في المستوى، ولكن الحمد لله العزيمة ديالنا على أننا نحققو 3 بوان نرجعو بها لبركان كانت هي أكبر أوبجيكتيف عندنا. الحمد لله داكشي تأثرنا، كنتمنوا أننا نبقاو في نفس الريتم اللي رحنا خدامين به باش نزيدوا في النتائج الإيجابية تخلينا تما في الصدارة. السلام عليكم، معكم يسرى أغزالي رئيس مدير فريق نجاح أصرو. بالنسبة لهذا الماتش كان ماتش خاص، ولكن كان عليه منظومة تكتيكية بزاف.
وفقناش الله، ولكن ان شاء الله مازال ان شاء الله غادي نجيو ان شاء الله بقوه، وان شاء الله وهذا الشيء كامل ديال واخا عندنا واحد الاكراهات وعندنا بزاف ديال الضغط، ولكن هادشي ما يخليناش ان شاء الله نحطوا يدينا وان شاء الله عتقد حتى الاخر لحظه ان شاء الله. شكرا. Thank you.